يجد كثير من المرضى المعسرين صعوبة في تحمل تكاليف العلاج داخل البلد أو خارجه لارتفاع أسعار الخدمات الصحية وارتفاع قيمة الأدوية، فتأتي المخيمات الطبية المجانية لتكون بارقة أمل لتفريج هموم الكثير وملاذا لإنقاذ حياتهم. أنا كنت أعاني من رجولي، ألم فيه الحين لا بأس هو يخف. الحمد لله كل شيء ما قصروا في قدمه. طبعا هم من أول قالوا لي سافر برا عملية، لأن الضغط عندي شديد كان في الفقرات تملة، فرجعت يوم جاء المخيم على كنت متابعتي مع الدكتور. في هيئة مستشفى سيئون أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيما طبيا مجانيا في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكادر طبي واستشاري وفني من خارج البلد، ففي أيامه الأولى نفذ عدد من العمليات الجراحية الدقيقة التي وصفت بعالية الخطورة بعد معاينته لأكثر من 200 حالة. نحن بهذه التدخلات من مركز الملك سلمان نعتز كثيرا بهذه الشراكة ونعول عليها في معاينة ومعالجة حالات وتطوير مؤسسات الطبية في وادي حضرموت وفي حضرموت بشكل عام وفي الوطن. توفير الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة في المرافق الصحية داخل البلد مثل فرصة لاستقدام كثير من البعثات والطواقم الطبية الخارجية في مختلف التخصصات لتنفيذ العمليات الطبية التي لم يعهد إقامتها في السابق. إمكانياتنا الحمد لله إمكانيات كبيرة جدا، وكما أشادوا بنا أصحاب الفرق السابقة أنه تم إجراء العمليات كما قلت لكم السابقة في استبدال المفاصل، وهي عمليات كبيرة جدا واستوعبناها، وهذه عمليات العمود الفقري وعمليات الدماغ أيضا عمليات كبيرة جدا واستوعبناها. إمكانياتنا كبيرة جدا، وإن شاء الله نستقبل في المستقبل القريب عمليات المناظير الركاب وعمليات الرباط الصليبي. المخيمات الطبية المجانية تأتي كمبادرة خيرية وتطوعية تسعى لتقديم خدماتها للأسر في ظل وضع مزري تمر به البلاد. العمليات النوعية التي تقيمها المراكز الخيرية والمؤسسات الدولية من خلال إقامة المخيمات المجانية تأتي كبصيص أمل لكثير من المرضى الذين أرهقتهم تكاليف العلاج. فهمي برمادي، قناة سهيل، سيئون.